السلام عليكم طلاب ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أشرح لكم بصورة عامة عن الصف الخاص بمختبر التصميم المنطقي اللي هو منشور على منصة الكانفاس. بالبداية راح تلقون واجهة المنصة، خليت لكم بالبداية الروابط الخاصة بالجوجل ميت لكل فرع ولكل شعبة، خليت لها الرابط الخاص بها. مجرد الضغط على الرابط راح يحولكم رأسا إلى الجوجل ميت بهذا الشكل. طبعا الجوجل ميت ما راح ينفتح إلا بالتاريخ المحدد اللي هو مثلا 12 الظهر يوم الاثنين، مثلا هذا الذكاء صباحي الصف الأول وهكذا. زين، هاي بالنسبة للجوجل ميت. من راح تنزلون عندي اللاب بروجرام سيت اب، نانا شرح طرق تنصيب البرامج الخاصة بالمختبر. احنا بالنسبة لنا راح ناخذ برنامجين، اول برنامج يشتغل على الحاسبة، اكو يوتيوب توضيحي خاص بطريقة التنصيب إضافة إلى رابط التنصيب. عند الضغط على الرابط راح يودينا إلى رابط التنصيب الخاص بالبرنامج. بالنسبة للموبايل، يوتيوب خاص يشرح برنامج الموبايل باللغة العربية وبالتفصيل، وعند الضغط على الرابط راح ينقلنا إلى البرنامج الخاص بالموبايل. فبالإمكان يا أما تنصبون البرنامج الويندوز اكسكيوتبل الخاص بمختبر التصميم المنطقي اللي هو الكترونيك ورك بنش، هذا مجرد تختارون سيف راح يتسيف عندكم البرنامج، و شو ان فولدر رايت كليك شو ان فولدر، مجرد تفعلون تنصيب مالته راح يشتغل التنصيب تلقائي. تمام، هذا بالنسبه لبرنامج الحاسبه، من هنا تاخذون الاكسكيوتبل. بالنسبة لبرنامج الموبايل، هذا البرنامج بالنسبة لي يعني شغلته على الاندرويد، ممكن كتابة، بالامكان كتابة اسم اللوجيك جيت سيميوليتر، وراح يظهر عندكم ايضا برنامج يشبه هذا اذا ما موجود عندكم على الايفون او ما اشتغل. هذا هو اسهل شيء. نانا خاليكم فيديو تعريفي، كذلك في الصف يوجد فيديو تعريفي للموبايل وفيديو تعريفي للحاسبة. هسه نجي على هذا الجزء. شوفوا أني بين كل جزء وجزء خلت لكم خطوط اثنين حتى ما تضيعون الموجود. نانا بالضغط على هذا الرابط راح تظهر عندكم المحاضرات الخاصة بمختبر التصميم المنطقي الكاملة مع الإرشادات والتوجيهات الخاصة والتجارب اللي إحنا إن شاء الله راح نسويها. بعد ما أخذنا المحاضرات كاملة الـ Course Lectures and Videos، هنا هذا راح يتم التحديث عليه أسبوعياً. راح أنزل لكم المحاضرة قبل المحاضرة مثلاً بفترة معينة، يوم يومين أو جائز أنزلها قبل أسبوع حتى تلحقون تشوفون المحاضرة الفيديوية وتشوفون الباوربوينت اللي ممكن ينزل وياها. شوف شنو أنا أنزل لكم هنا، راح أخلي لكم إياها باللون الأحمر حتى أنتوا تلاحظون الموجود بصورة واضحة وما تتخربطون. وبنفس الوقت راح تقدرون بمجرد الضغط تتوجهون رأساً إلى الفيديو أو المحاضرة الموجودة. تمام؟ هذا بالنسبة للمحاضرات. هسه هنا عندي اللكتشر 1. اللكتشر 1 بها فيديو أولي، أول فيديو اللي هو شلون أنا أتعامل ويا البرنامج. الفيديو الثاني اللي هو خاص بالمحاضرة اللي قلت لكم عليها خلال محاضرتنا الحضورية الإلكترونية المتزامنة، قلت لكم إنه أني حنزل لكم فيديو مرتب
يشرح البوابات المنطقية وأساس النظام الباينري وشلون أني أتعامل وياها، لأن هاي راح تفيدني خلال المختبر. ضفت لكم أيضاً هنا باوربوينت خاصة في هذه المادة. هاي الباوربوينت تحتوي على ملخص للبوابات المنطقية باللغة العربية والإنجليزية مع الأمثلة حتى تكون عندكم واضحة وتفهموها، لأن هاي أساس المادة وجداً مهم تفهموها. آخر شيء بهذه المحاضرة الأولى كان عندنا تجربة الأند جيت اللي هي في التطبيق مالتها شلون أنا راح أطبقها على الإلكترونيك وورك بنش. تمام؟ بالنسبة للمحاضرة الثانية، المحاضرة الثانية نزلت لكم أيضا فيديو خاص بالمحاضرة الثانية، ما عندي شيء لأن أنا اعتمدت على المحاضرات فما حنزل لكم أي شيء إضافي لأن هي أصلا عندكم موجودة. بالنسبة للمحاضرة الثالثة الـ Have Other Experiment اللي هي المحاضرة الخاصة بهذا الأسبوع، نزلت لكم فيديوين أشرح لكم بي عن الـ Have Other إضافة إلى الـ PowerPoint الخاص بالمادة. هذا هو محاضرة الأسبوع القادم إن شاء الله، أتمنى تشوفوها طلاب وتطلعون عليها حتى من أجي أشرح لكم إياها تكون واضحة وسهلة وسلسة بالنسبة لكم. هذه بالنسبة للصف الخاص باللوجيك ديزاين. أضفت لكم السيليباس اللي يحب يطلع عليه إضافة إلى الانفورميشن الخاصة بالتدريسي. أتمنى تكون عندكم واضحة المادة وإن شاء الله ألتقيكم هذا الأسبوع في محاضرة جديدة. شكراً.